بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. جزاءات، كل مسلم يحب ذلك ويرغب فيه، وربما لو ذهبت حياته إلى أن يصل إلى هذا المطلوب وهذا الجزاء، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والحديث السابق أضمن له الجنة. يا لها من بشارة ووعد نبوي، ما أصدقه وما أوفاه. وقولوا قولا سديدا. تذكير الناس بنعمة الجوارح والحواس، خطبة الجمعة للشيخ العلامة محمد المحمدي حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في مسجد البطر في الحديدة في 6 جمادى الآخر عام 1441 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله عز وجل خلق الإنسان وزوده بآلات ينتفع بها، إن استعملها فيما يرضي الله وفي طاعة الله، وإن استعملها فيما لم تخلق له عادت عليه بالإثم العظيم والوزر الكبير. وهذه النعم وهذه الأشياء التي زود الله بها الإنسان، ولولاها لصار من ضمن الجماد. هذه الآلات التي زود الله بها الإنسان، السمع والبصر والقلب، وأيضا آلة التناسل، فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، إما أن يدعو الله عز وجل أن يجنبه من شرها، وإما أن يجعلها صالحة قابلة للخير رادة للشر. ولذلك أحيانا تأتي بعض الحواس
منفردة، وأحيانا تكون مضافة إلى غيرها، وأحيانا تكون مجموعة. فمن ذلك أيها الناس، ربما يكون الإنسان لا يلقي لذلك بالا، أو ألقى لها بالا ليس بالا أو اهتماما كافيا. تلك أيها الناس منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أضمن له الجنة شرط، وفعله وجوابه وجزاؤه. ولذلك انظر الأسلوب: من يضمن لي ما بين رجليه وما ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، شرط والجواب. وهذه الضمانة ضمانة نبوية أيها الناس، يضمن لمن ضمن وحفظ هذين العضوين أن يدخله الله الجنة بضمانة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وكذلك أيضا أيها الناس، ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد لساني واهد قلبي، اللهم سدد لساني بحيث لا يقول إلا خيرا، ولا يقول إلا صوابا، ولا يقول إلا الحق. لذلك في خطبته، خطبة الحاجة التي كان يلازمها في الخطب المهمة يفتتح بها، ومنها ما تسمعونه من أهل السنة دائما يفتتحون خطبهم بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صوابا، قولا حقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد من ضمن التقوى، لكن ذكر الخاص بعد العام، وهذا يذكر الخاص بعد العام للاهتمام، للاهتمام به. اتقوا الله، افعلوا الخير، افعلوا الواجبات وما فرضه الله، واتقوا ما نهى الله عنه. إيمان يكون بما وعد الله به لمن اتقى الله، وما وعده الله به لمن لم يتقه. ثم أيضا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والجواب اتقوا الله، هذا طلب. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا معطوف، وقولوا قولا سديدا، قولا صوابا. والقول الصواب أيها الناس في الكتاب والسنة، من تكلم بالكتاب والسنة في أموره في أحواله قال الحق وقال الصواب وسلم من الأخطاء، وقلل كلامه إلا في الخير. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. جزاءات، كل مسلم يحب ذلك ويرغب فيه. وربما لو ذهبت حياته إلى أن يصل إلى هذا المطلوب وهذا الجزاء: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والحديث السابق: أضمن له الجنة. يا لها من بشارة ووعد نبوي، ما أصدقه وما أوفاه. وقولوا قولا سديدا. وبالنسبة أيها الناس، حينما يجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحواس كما في حديث شكل ابن حميد إن النسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم، قال: يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به
علمني دعاء أنتفع به. قال فأخذ بيدي وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. قال حتى حفظتها. هذا الاهتمام أيها الناس، هل نحن نهتم بهذا الأمر بهذه الحواس؟ أرأيتم أيها الناس لو أن إنسانا يعرف من أناس يراقبونه ويلاحظونه، ألا يكون متحرزا؟ بلى متحرز، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا أيها الناس كفى بنا غفلة وكفى بنا غيا، ألا نرجع إلى صوابنا وننظر لما خلقنا ونعرف أن هذه الحياة منتهية، ربما تنتهي، ما عندك أيضا خبر لوقت انتهاء هذا العمر، لا تدري أحيانا إلا وقد فوجئ الإنسان بالداعي الذي لا يمكن إلا أن يجيبه، إلا أن يجيب هذا الداعي، قد جاءت الموت فجأة. فإحسان الحال وملاحظة العمر وانتهاز الفرص والزمن والبقاء في هذه الدنيا أمر مهم ومن أهم المهمات. حينما يراقب الإنسان ويلحظ نفسه سمعه وبصره، انظر السمع أكثر الخطايا وأكثر الذنوب في هذه الحواس، إما نظرة محرمة وإما السمع صوت لا يرضي الله وإما كلام، وما أكثر الكلام، ما أكثر الكلام، والناس يتفاوتون في هذا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من كثر كلامه كثر خطأه، وهذا بالفعل إلا في الخير، إذا كان الإنسان يتكلم في الخير فهو خير، لكن إذا كان في غير من دون تحرز يقع. وفي الحديث أكثر خطايا ابن آدم في اللسان، أكثر خطايا ابن آدم في اللسان. والحديث السابق من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرد. والحديث هذا الذي جمع الحواس قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي الفرد. أيها الناس هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يحرص على نفسه، إما كلام وإما استماع، إما كلام وإما استماع وإما بصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فيا أيها الناس ما أحوجنا إلى حفظ هذه الحواس وأن نستعملها فيما يرضي الله فيما يعود علينا بالخير. فإذا وفق الله الإنسان واحترز كل الحرز الاحتراز سيكون عاقبته وحياته خير. يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى ثلاث أحبها لنفسي وأحبها لإخواني، وذكر منها وحفظ اللسان إلا من الخير، وحفظ اللسان إلا من الخير، وما أكثر الخير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا سيخفى على أحد من الجميع، لا يخفى على أحد من عن جميعكم جميع الناس، الأمر واضح، الأذكار والقرآن وغير ذلك، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. كم وكم من قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة ومحيت 20 سيئة، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وغير ذلك مما قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الإنسان يأخذ البديل من كثرة الكلام وكثرة الغيبة والنميمة وغير ذلك فهو في خير، فهو في خير ونعيم وراحة واطمئنان. وما ينال
أهل الحكم، الحكم إلا أولا بطول الصمت، بطول الصمت يصمت فيرزق الحكمة. لقمان أول ما بدأ به كما تحكي الآثار، أول ما بدأ الصمت وهو كان راعيا، فما درى تلك ذلك طول الصمت والتفكر ما ينطق إلا بالحكمة، لا ينطق إلا بالحكمة. ومن كثر كلامه لابد أن يقع، لابد أن يقع. إذا كان هذه الحواس ستشهد علينا يوم القيامة، ستشهد حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يختم على الفم وتنطق الجوارح، الجوارح تنطق بما عملت. يا فضيحتا، نسأل الله العافية والسلام. ويا أيها الناس، علينا بتقوى الله، وعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، في أنفسنا، من أنفسنا. فلا نكن ولا تكن هذه الوسائل التي أنعم الله بها لحكم تسمع ما لذ وطاب من الكلام الطيب، وتنظر إلى المناظر المباحة أو المناظر التي تؤجر عليها في النظر في الكتب النافعة، في القرآن الكريم والتفاسير وغير ذلك، والنظر المباحة من أشياء مباحة من هذه الدنيا وغيرها، وكف ذلك عن المحارم. أسأل الله بمنه وكرمه فقنا وإياكم بما يحب ويرضى. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فيا أيها الناس، وسمعت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا أن يصلح الله أحواله ولسانه وقلبه من ذلك. اللهم سدد لساني، اللهم سدد لساني واهد قلبي، سبحان الله. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ والله لو تفكر الإنسان هل يدعو بهذا إلا اللهم في النادر وأنذر النادر إلا من رحم الله. اللهم سدد لساني واهد قلبي. وكان إذا خرج في صلاة الفجر إلى المسجد يدعو، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، إلى آخر الحديث. إذا نورها الله عز وجل صارت أي شيء لا يحبه الله ما تقبله هذه الحواس، ما تقبله، منورة، بخلاف إذا كانت مظلمة بالمعاصي وسببها الغفلة وكثرة الكلام فيما لا يفيد. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوق نورا، وتحت نورا، واجعل في لحمي نورا، في عظمي نورا، في مخي نورا، واجعل في دمي نورا، في شعري نورا، في بشري نورا، واجعلني نورا وأعظم لي نورا. الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظ، حفظه الله من صغره، لم يجتمع مع المشركين في لهم أبدا، ولم يعمل أي عمل من أعمال الجاهلية، ومع ذلك أيده الله بالوحي، ثم مع ذلك وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتعرفون في شراح صدره واستخراج قلبه وغسله وحشوه إيمانا وحكمة، ومع ذلك يده ليشرع لأمته هذا المنهج العظيم، هذا المنهج الطيب. يدعو دائما بسداد قلبه، سداد لسانه، وهداية قلبه، وأن يطهر قلبه من الإدناس، من الشرك والكفر، ومن الغل، من الحقد، من الحسد. ما أحوجنا إلى هذا، ما أحوجنا إلى هذا. هذه أمور أيها الناس
خطرت ببالي فاخترتها، لأننا كل واحد في حاجة إليها أن يتنبه لنفسه. حينما يمشي الإنسان وحواسه شاهدة عليه، ومن أهم أيها الناس ما يعين على ذلك وإصلاح هذه الجوارح ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه قال صلوات الله وسلامه عليه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض، البداية بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال أهل العلم: من اشتغل بالفرائض دون النوافل فهو معذور، ومن اشتغل بالنوافل دون الفرائض فهو مغرور. البداء بالفرائض من صلوات وصيام وحج وغير ذلك، إن كان من أهله، وزكاة إن كان من أهلها، من أهل الزكاة، من أهل الأموال، وجميع الفرائض البداءة بها إن كان من أهلها، ثم بعد ذلك النوافل في أي مجال، في الصوم، في الصدقة، في الحج، في العمرة وغير ذلك من أنواع النوافل. إذا استمر الإنسان في النوافل وواصل بعد الفرائض كان موفقا من قبل الله. كنت سمعه، بمعنى يوفقه ويسدده، لا يسمع إلا كل ما يحبه الله ويرضاه، ويبغض الله إليه كل ما يكرهه ويسخطه. وكذا النظر، وكذا أيضا مباشرة الأشياء باليد، جوارح لا يفعل إلا الخير. وكذا أيضا السعي، لا يسعى إلا في الخير، كما ترى ظاهرا من كثير من الناس، أعمالهم محمودة طيبة، ما تجده إلا في الخير، تسديد من الله. وليس المراد بذلك، وهذا أمر واضح والحمد لله إلا أهل السنة، ليس يعني يصير الله عز وجل حواسه، لكن يوفقه ويسدده، ويحبب إليه الخير ويبغض إليه الشر، سواء كان مسموعا أو كان يعني مبصرا بالبصر، أو كان من الأفعال، أو كان مما يسعى فيه، يبغض إليه كل ما يكرهه الله ويبغضه، ويحبب إليه كل ما يحبه ويرضاه. سداد أيها الناس، هذه فعل ما أمر الله به، والاستكثار من النوافل، ترك ما نهى الله عنه، هذه من أهم الأسباب، كما سمعتم الحديث. كنت سمعه، تكون مسددا أيها الإنسان، تكون مسددا، سواء كان إنسان أو جنا، ذكورا أو إناثا. هذا بهذا الحديث الذي تضمنه وما كان في معناه. تريد السداد، نريد السداد، علينا ونسدد ونقارب في أوامر الله والحرص عليها والإتيان بها وأدائها، ثم الاستكثار من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الزكاة، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل الصوم، إلى غير ذلك مما هو معروف لدى الجميع. ولذلك انظر أبسط شيء يا إخوان، حديث أبي هريرة، قصة بلال رضي الله عنه، هذا مجرد مثال. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: يا بلال، ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ لأن سمعت دفن إليك نعليك بين يدي في الجنة. وهذا يا إخوان ننتبه، هذا مما من الأدلة المتكاثرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب إلا ما أطلاه الله عليه. ما هو أرجع عمل؟ قال ما توضأت في ليل ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. هذا فضل كبير. هذا في هذا المجال فقط، وإلا المجال واسع والحمد لله والأمر واسع. أسأل الله سبحانه وتعالى فقال وإياكم ما يحبه ويرضاه. وتعرفون أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقلبه مثبت يقينا، قلبه مثبت، قلبه ثابت، ثبته الله ومثبت إلى ما لا نهاية. لكن نحن على خطر عظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا يا رسول الله ما أكثر ما تدعو إلى تدعو بهذا الدعاء، أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فاكثر من الدعاء ونكثر جميعا من الدعاء بهذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، واجعلنا هداة مهتدين، ويجنبنا ويجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن من أراد ببلادنا سوءا أن يشغله بنفسه، ومن أراد بلادنا خيرا أن يكون في عونه وأن ينصره وأن يعزره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.